ربنا خلق فيه ملكة ما، ممكن يبقى محظوظ إنه يكتشف الملكة دي مبكرا، ممكن يبقى سيء الحظ إنه ما يقدرش يحط إيده على الملكة اللي موجودة جواه، لأنه في نظرية بتقول إنه أي بني آدم عنده موهبة أو مجموعة مواهب، بس المهم إن هو يعرف يحط إيده عليها. الملكات أنواع، ممكن حد يكون الملكة الأهم فيه هو الإضحاك، ممكن حد تاني تكون الملكة في صوته، سواء مش بالضرورة يكون غنى يعني، ممكن يكون في الحديث وبالذات قدام ميكروفون الإذاعة. في حد ممكن تكون الملكة الخاصة بيه هي سرعة التعلم والإصرار على تطبيق ما تعلم. حلقتنا النهاردة فيها مجموعة من الملكات، شابة من الأقصر عندها 18 سنة، صوت إذاعي شهير وكوميديان صاحب اسم كبير جدا. حلقة النهاردة فيها ملكات مختلفة وحكايات مختلفة. يا معطي قلبي، معكم مع منى الشاذلي. واحدة بتشتغل ميكانيكي. ليه؟ مش قاعد في قهوة كده ورا حد يضرب تعليق صعب الحقيقة، فرحت واخد بعضي. ساعات لما تكون نايمة تحت العربية بيفتكروها ولد. ده هتبور البنت، مش هيجي لها عريس. العريس هيرجعها لي تاني. خالص الحقيقة كان عنده مشكلة. أخطر فرحين فيك يا مصر. دكتور الحقني. المغص جوه بطني، انا بقيت حاسس في مره هيقول حنفي في المعمل، حنفي في المعمل بيعمل ايه؟ بيحضر ذره. الذرات دي مش ليها ذكريات معايا. هما الاثنين علاجهم عند دكتور يعني. زوروا عيادات النجمه الذهبيه، تتمتعوا بصحتكم وبالسعاده الزوجيه. هقوم هقوم. في مدينة إسنا جنوب الأقصر، بالتأكيد في الأقصر أو في الصعيد أو حتى في القاهرة، مش طبيعي أو مش دارج أن أنت تشوف واحدة تشتغل ميكانيكي. إنما في حكاية من إسنا من الأقصر لها علاقة بالقدرة على التعلم. لقاء كانت صغيرة في ابتدائي مثلا، وبعد كده لقيت نفسها عايزة تقف مع والدها، عايزة تصلح عربيات، بتقف وتنجز. قالوا شوية لعبة وشطنة فيها وخلاص، وهتيجي سنين أو شهور وتعدي وتسيبها. ده ما حصلش لحد النهاردة، ومن وهي صغيرة لقاء واقفة جنب أبوها بتصلح عربيات بمنتهى الكفاءة وبمنتهى الرجولة وبمنتهى الموهبة. بدايتها كانت تشيل العدة، يعني بابا يشتغل وهي كانت تشيل العدة وتلم له العدة ومش عارفة. من خلال ده هي حبت الشغل. هي غاوية 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 فعلا يعني. المهنة ديت مش مجرد انها عشان انها بتاعت ابوها وخلاص، لا ده هي فعلا حبة المهنة زي ما انا حبيتها انا وصغير. هي مثل اخرى حبت المهنة نفس الموضوع، وربنا يوفقها باذن الله. اللقاء دي بسم الله ما شاء الله 100 واد، بتقف مع عمي مصطفى بتحل وبتربط العربيات، بسم الله ما شاء الله عليها يعني. كانت دايما قدامي، حتى مرة افتكر كنت شفتها على المحطة، وكان حتى الحوار كان داير ان في قالوا شايفين البنت بنيت راجل بتنزل تحت العربية بتشتغل، ولا اجدحها راجل. بنت راجل راجل، ربنا يكرمهم ان شاء الله يا رب. هم الثلاثة هي واخواتها، يا رب ربنا يكرمهم. أسطى ميكانيكي قد الدنيا، لقاء الخولي. اهلا يا لقاء، اهلا. اتفضل. الحلاوه دي كلها من الاقصر؟ ربنا يخليك. قولي لي ايه لقاء موضوع تصليح العربيات والكابوت اللي مفتوح ده وايه؟ انا ابتديت معاه من 7 سنين، كان عندي تقريبا 11 سنه وقتها. اتعلمت من بابا كل حاجه في الميكانيكا لغايه لما اتعلمت وبقيت بشتغل. اخواتك الصبيان؟
لا ما عنديش اخوات صبيان. اه ما عنديش اخوات صبيان. كلكم بنات؟ كلنا بنات بس. انت من اخواتك البنات وقلتي انا عايزه شبطتي في والدي. كان عندي اخت اكبر مني حاولت ان هي تشتغل مع بابا قبل كده، اشتغلت معاه بس ما حبيتش الشغل، ما كملتش فيه. بس انا نزلت مع بابا، حبيت شغلي، حاولت ان انا اطور نفسي فيه فكملت فيه. انت وكنت مكمله في الدراسه بتاعتك؟ كملت في الدراسه. يعني انت كنت البليه في مع والدك؟ كنت بشتغل مع بابا وكنت بدرس في نفس الوقت. بس ليه بقى ما حاولتيش تدخلي حاجه تساعدك في هوايتك دي؟ عندنا في البلد في اسنا مفيش مدرسه صنايع بنات، وصنايع بنات مفيهاش قسم ميكانيكا، قسم الميكانيكا فيها للولاد بس مفيهاش بنات، فعلشان دي كانت يعني لو كان في قسم بنات ميكانيكا كنت كملت فيها وكنت هكمل فيها هندسه ميكانيكا. امال ايه الصنايع بنات فيها ايه بقى؟ دي لسه مدرسه جديده كان فيها كهرباء بنات، زغرفه، الحاجات دي، لكن ما فيهاش قسم ميكانيكا للبنات. يعني انت كان نفسك تدخلي قسم صنايع قسم ميكانيكا؟ كان نفسي في كده، كان يا ريت كمان يفتحوا المدرسه دي، الناس كتير بنات كتير نفسها تبقى كده، اصحاب ليها اصحاب كتير نفسهم يبقوا مكاني. لا مش متاكده كان في بنات كتير ولا لا زيك، بس يعني لا عايزين يبقوا زي، عايزين يشتغلوا نفس الشغل بتاعي. عايزين يجربوا شغله الميكانيكا اللي انا اشتغلتها. انت بتحب ايه بقى في شغلانه الميكانيكا دي؟ انا بحب كل حاجه في العربيه، بحب اعمل كل حاجه في العربيه. زي ايه؟ في الموتور، في العفشه، في اي حاجه، اي حاجه بقدر عليها وبعرف اعملها. يعني وصلت لمرحله ان انت تعرفي العيب فين ولا والدك هو اللي بيعرف وانت تصلحي؟ الاثنين. يعني وصلت لمرحله ان انا بعرف اوصل للعيب ايه في العربيه وان انا اقدر اصلحه. لان بابا لما علمني اتعلمت منه كويس، اتعلمت منه كل حاجه صح. بس طيب مش زي ما قلت مش دارج وما احناش متعودين ان احنا نشوف واحده ست او بنت اموره، انت 18 سنه دلوقتي بتشتغل ميكانيكيه، ما بالك بقى انه مش في العاصمه، ده احنا في اطراف. ده اللي شجعني اكتر ان انا اكمل في شغلي، ان حاجه غريبه في البلد اول بنت تعمل كده، فدي حاجه. راي الاهالي يعني داعم جدا ليكي، بس انا ما كنتش اتوقع ده ابدا. يعني ما هو ده اللي شجعني، ناس كتير شجعتني وناس كتير ما كانتش بتشجعني ان انا اكمل في شغلي، بس علشان حبي ليها وحبي في شغلي حبيت ان انا اكمل وما اسمعش الكلام اي حد. واللي شجعني اكتر بابا وماما واخواتي. انت معاكي مين هنا؟ والدتك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا مشرفينا. وهي ما قعدتش تقول لابوكي بقى ده هتبور البنت مش هيجي لها عريس؟ لا خالص، ماما كانت بتشجعني دايما ان انا انزل شغل مع بابا. متاكده؟ لا امسكي الميكروفون كده قولي لي، وجاراتك بقى ما حدش قاعد يقولك بنت سوقها هيقف؟ لا هي كانت حاله غريبه يعني، وممكن اللي في اللي هو واحد معدي واحده معديه فتقعد تتفرج عليها ازاي في بنت ميكانيكي ده، في وساعات لما تكون نايمه تحت العربيه بيفتكروها ولد، يقول هم يقولوا لبعض ايه، لا دي بنت لا دي ولد، ويقفوا يستنوها لما تطلع من تحت العربيه علشان يشوفوها هي بنت ولا ولد. عارفه اللي مستنيين كشف الحمل، بنت ولد، بنت ولد. ولا فرق معاكي مين يقول انت بنتك جدعة؟ بس هي جد يعني، هي بنت جد وصحة اللزوم يعني، بتبقى بستين راجل والله العظيم. فبشجعها انا حتى لو هي يعني نامت وراحت عليها نومه ولا حاجه ومعاها شغل انا بصحيها، اقول لها بابا كام، بابا معاه شغل. والله ده انت اللي محتاجه تحيه وتسقيف وحياه ربنا. اخواتها ما كانش حدش له كان في الموضوع الميكانيكا ده؟ كانت معايا اسماء برضو خدت فتره فجت دخلت الجامعه بقى وكده ما كملتش. ولو تقدم لها عريس بقى وقال لا، بس هي بقى موضوع الميكانيكا ده مش مناسب، ده هيبقى الراي اللقاء. لقاء هي اللي تقرر. هي اللي تقرر الكلام ده. يعني انت هترجعي خطوه وتقولي هي والعريس وانت لقاء رايك ايه في العريس؟ لا احنا اكيد هنحاول نتناقش ان ولا في عريس اصلا؟ لا مفيش. لا احنا اكيد هنحاول نتناقش في الموضوع ان انا اكمل شغلي، بس انا يعني حاجه بحبها فاكيد مش هسيبها بسهوله، يعني حتى لو كان علشان عريس فاكيد مش هوافقه يعني. طب
طب بتفصلي بقى في اليومية بتاعتك او في اجرتك او كده مع؟ لا لا خالص، اصلا انا بعمل كده علشان انا حابة كده، حابة شغلي، مش حابة ان انا انزل عشان اخد فلوس. ما تقوليش ان بابا كان بديكيش اجرة. لا انا باخد من بابا فلوس، بس الفلوس العادية، مصاريفي العادية، يعني زي اخواتي، مش علشان انا بشتغل. دي اختك؟ اختي. طب ينفع كده؟ لا والله انا بسأل حضرتك، ايه ازاي ما تدوهاش؟ انا مش بنزل شغلي علشان بتطلبها، يعني بتاخدها اي حاجه بتطلبها. ما انا فاهمه ان انتوا مش حابين من حاجه، بس هي لازم يبقى لها يعني مخصص من الشغل. لا هي ما مش في دماغها، ده مش في دماغها. صح والله مش في دماغها الفلوس والكلام ده، هي في دماغها ان عايزه تتعلم حاجه اتعلمتها وعايزه تتطور فيها وعايزه تبقى احسن واحده فيها. يعني بتحاولي تطوري نفسك ازاي في الشغلانه دي يا لقاء؟ بحاول اعرف كل حاجه جديده في العربيات اللي بتنزل حديثه. بتبقى في حاجات مختلفه عن العربيات القديمه، فبحاول انا اعرفها. زي ايه؟ اديني مثال كده. يعني مثلا العربيات القديمه كان فيها اسبيراتير، دلوقتي بقى كولي، حاجه كده اسمها كولي، دي اللي بيطلع منها الكهرباء. العربيات القديمه كان فيها كربراتير، دلوقتي بقى فيها رشاشات، انجكشن حقن وكده. وبرضو بسأل بابا، يعني الحاجة اللي بتقف معايا بابا هو اللي بيعرفها. ايه العربية اللي انت فاكرة كويس قوي انك صلحتيها ومبسوطة ان انت صلحتيها؟ لما بعمل العفشة، يعني اكتر حاجة انا بفكها وبربطها لوحدي خالص من غير مساعدة بابا خالص فيها، بتبقى عربية العفشة بتاعتها. يعني انا بفكها وبربطها، يعني بتبقى فيه لو وقفت معايا حاجة اكيد برجع لبابا. بس برضو لما تعلمت من بابا تعلمت منه كل حاجة صح، فعلشان كده ما فيش حاجة بتقف معايا في الشغل. طيب والزباين بقى يعني بيتعاملوا معاكي ازاي؟ يعني بلطفه ولا ممكن؟ لا لا، كل الزباين اللي بتيجي عندي جد خالص، يعني مش بيبصوا لان انا بنت او ممكن ان هما يعملوا حاجة او كده. بس وكمان علشان بابا معايا وانا مش بدي الفرصة لحد، يعني انا طريقتي في الشغل جد جدا، فمش بدي الفرصه لاي حد انه ممكن يعمل اي حاجه او يتكلم او كده. حلمك ايه يا لقاء؟ حلمي ان انا اعمل مركز تدريب كبير في البلد، ادرب بنات كتير في الشغل ده. تبقى زي مدرسه ندرب فيها بنات في الميكانيكا، بس محتاجه الامكانيات، الاجهزه، الكتب العلمية اللي تخليني أنا أدرسها علشان أقدر أفهمها للبنات اللي هتبقى في المركز التدريب ده. بس أنتوا واضح أن أنتوا قريتكم برضو متفتحة وناس مش منغلقين. وإحنا لسه كنا عاملين حلقة في قرية في الجيزة، يعني برضو مركزية شوية، الناس كان منغلقة قوي. أنتوا أهل القرية نفسهم متفتحين وده شيء طيب يعني. فعلا مش قافلين. يعني هو كان ممكن يكون ايام زمان، بس برضو ما يدام يمنعش ان في عادات وتقاليد عندنا في البلد متمسكين بيها جدا. يعني ما فيش اي بنت ممكن تشتغل مكان، يعني علشان ممكن اكون بابا عشان اصلا مش من الاسنة، مش من الاقصر، فعلشان كده ممكن اكون اشتغلت. ممكن لو بابا كان صعيدي اصلا ممكن ما كانش خلاني اشتغلت معاه في الشغل. وحضرتك من اسنة؟ من اسنة. طب يعني برضو عندنا عادات التقاليد، يعني ناس كتير متمسكة بيها، بس يعني مش زي الأول، مش زي زمان. انت قلت ان في عايزة مركز تدريب، وده حلم ان شاء الله توصلي له، بس هو محتاج وقت كتير. لا انا بسألك على حلم قريب، يعني تقولي مثلا عايزة اصلح العربية الفلانية، اشتغل في الماركة الفلانية. هي عندنا في البلد بتبقى الحاجات العربيات مش احدث العربيات بتنزل عندنا البلد. يعني بتبقى عربيات معينه. يعني حتى كمان ممكن تكون لما بتبقى قدمت شويه بتنزل عندنا البلد. برضو البلد عندنا شويه متاخره، يعني مش بس قوي. فكره الاقاليم دايما بتيجي بعد العاصمه. يعني بحاول انا اوصل لاحدث حاجه في العربيه، ان انا اقدر اعرف فيها كل حاجه. يعني عايزه يعني كل حاجه في العربيه عايزه ابقى اعرفها. ده يعني ممكن اكون من على الانترنت برضو ممكن اوصل له. اعرف اكتر على الاجهزه. على العربيات دي بتتكون من ايه؟ مؤخرا في مركز حقوقي ادالك جايزه. ستات احكي لي عن الجايزه دي.
هي الجائزة دي صراحة أنا لسه ما استلمتهاش، بس أنا شفت في نزلوا خبر في الجورنال إن أنا فزت بالمركز الأول، أنا واحدة تانية بتشتغل في النجارة بستات أورد طبعا مركز التنمية لحقوق الإنسان. بس فكانت حاجة كويسة برضو. يعني أنت بتعرفيش الناس دول؟ لا معرفهم. يعني انت اتفاجئتي في الجرايد ان انت في مركز مختارك ان انت في الجرايد وعلى مواقع في الانترنت برضو لقيت الخبر ده نازل. والحاجه عملت ايه بقى؟ زغرطت ولا عملت ايه؟ كانت مبسوطه طبعا هي وبابا. عادي كده يعني. القائد اشتغل ميكانيكي في اسنا وانتوا عادي. الست تصحى بدري وتصلح العربيات وما تدوهاش مرتب عادي. يدوها جايزه عادي. في ايه يا جماعه؟ ربنا يحميكي ويوفقك، مش بس في ابن الحلال، لا خليني اقول لك يوفقك في الطريق اللي تقدري تكبري فيه موهبتك والملكه اللي موجوده عندك يا لقاء. ان شاء الله. بشكرك شكر جزيلا. ربنا يخليك. هو يعني ايه فيلم يبقى اسمه كده؟ مدكن عليها وعايز افاجئ الكل، محدش يضحك ولا حاجه. فانا ما بسمعش صوتي وانا بشتغل. وانت بتتكلم زي صوت البي او ولا حد يعبرني. والله قولوا مساء الخير. قال لي كويس قوي انت كده تمام. يا عارف احنا اتخلقنا عشان الستات تزل فينا. بردنا فظيع. ايه ماله بردنا؟ ما اعرفش مال ايه. ببساطه والله انا بجد الريحه الغريبه اللي انا شاممها دي ابن حمد جون. مليون مره حمد جون. يوم الزمالك يتغلب ما يشتغلش. ما يكون ايه؟ تركز في الكوره. المغلوب ابادله. الاهون مشكله السي مش مشكله القاف. هما الاثنين علاجهم عند دكتور. استاذ سمير احنا قاعدين ورا قوي. اقول لها ايه بقى ورا قوي؟ معها ومعكم منى الشاذلي. شغلتنا في الاعلام اسمها الفويس اوفر او الفي او. ده الترجمه الحرفيه بتاعته مش هتبقى موحيه، انما مجازا بنسميه التعليق الصوتي، ان يبقى صوتك محطوط على ماده ما سواء كانت تلفزيونيه او اعلانيه ايا كان، يبقى الصوت هو اللي بيشرح الرساله. مش اي صوت ينفع يعمل التعليق الصوتي ده، لانه لازم يبقى صوت يصل مش بس كنبرات صوت، إنما كمان يستطيع أن يحمل الرسالة. التنويهات، البروموهات، الدوكيومنتريز أو الأفلام الوثائقية، في حاجات كتيرة أو قوالب تلفزيونية وإذاعية كثيرة بتحتاج الفي او ده أو التعليق الصوتي، الصوت اللي يبقى فوق المادة. أشهر صوت في مصر بيعلق سواء في الراديو أو في التنويهات، اول ما هنزيح صوته دلوقتي كلنا هنعرف الصوت، كلنا هنحس بالجرس اللي احنا متعودين عليه. انما الحقيقه كعاده اللي بيستثمروا ملكاتهم الصوتيه ما بيبقوش معروفين صوره، يعني كل الناس تعرف صوتهم بس ما تعرفش صورتهم، وده بحكم المهن. خلينا نسمع اشهر صوت في مصر بيعمل تعليق صوتي. المكان مصر، منارة الفن، النصف الأول من القرن العشرين، سيد درويش. أم كلثوم. شغلوني وشغلوا انهم عن عيني. لا عبد الحليم حافظ. ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. المكان مصر، منارة الفن، النصف الأول من القرن الواحد والعشرين. وارتدى فتحي ملابس مخبر، وشريف ملابس حرام، وسليم ملابس مواطن. تنويهات البرامج، مواعيدها، أسماء القنوات بتتقال بصوت رخيم ومميز واسمه
طارق أبو السعود. أهلا وسهلا. الناس كلها تعرف صوتك بس ما يعني مذيع الراديو او اللي بيشتغل بصوته ما بيحبش الناس تشوفه. لا ما بيحبش ولا هي ما بيفضلش. ليه؟ بيعتبر جزء كبير من تميزه ان هو مساله الصوت او الراديو. ايه ده انت صوتك بجد وانت بتتكلم زي صوت البي او؟ ما دي برضه انا تخيلت. انا هقول لك على حاجه برضه، لكل حرفه ادواتها. طبعا. ففي ناس لما تيجي تعمل الصوت تعليق صوتي بيستعير، يجيبوا صوت مستعار ويفخم صوته فيبقى بنك كذا او شركه. انت صوتك وانت بتتكلم زي صوتك وانت بتعمل تعليق. عايز اقول لك من امتع اللحظات في حياتي لما اكون قاعد في مكان مثلا وحد يقول انا عرفتك من صوتي، دي بتبقى حاجه لطيفه. بس دي حاجه قليله انه واحد قليلة طبعا بالظبط نفس الاداء. لا هو انا نفس تون الكلام، نفس درجه الصوت، نفس ال يعني. في ناس عشان توصل للطبقه دي تقعد، مش عايز اقول تتقعر، بس تجيب الصوت من القرار وعشان تقول ما بس حاولك. هم المذيعين بصوره عامه في الراديو بالذات حاجه من الاثنين، يا اما هو ربنا بيبقى خلقه مذيع صوته كده خلاص، او ان هو بيشغل دماغه ويبتدي يفكر. بيفكر بيشوف الدنيا فيها ايه، بيتعلم، بيعمل سيرش كويس، بيذاكر كويس، بيبقى مذيع. اغرب حاجه بقى انه طارق أبو السعود غالبا هو بيخطو خطواته الاولى في عالم الاداء الصوتي. قال له انت ما تنفعش تبقى مذيع. زمان قوي ده، زمان قوي ده. مين ده بقى؟ ودنه كانت عامله ازاي اللي قال لك صوتك ما ينفعش اذاعه؟ لا ولا هو لا مش ما ينفعش اذاعه، هو انا اصلا مذيع في الاذاعه المصريه. برنامج عام وبعد كده صوت عرب وبعد كده اذاعات متخصصه. فجينا في وقت كامل اوقات انا اصلا قارئ نشر. قارئ نشر اساسا. فانا ما بسمعش صوتي وانا بشتغل. ازاي يعني؟ انا مش بره الراديو عشان اسمعني، انا جوه الراديو بشتغل. فكان نفسي اسمع صوتي، فعملت تتر برنامج وبعدين روحت بيت عشان اسمعه، فلقيته طالع بصوت زميل ليا تاني، فرجعت للمخرج قلت له خير؟ فقال لا صوتك ما كانش مش حلو، يعني مش مناسب للموضوع او في حاجه عايزه تتظبط يعني. فساعتها قررت ان انا هشتغل الشغلانه دي ببساطه، والله ببساطه، والله انا بجد ما ينفعش. لا ليه؟ حسيت ان هو بيتجنى عليك ولا تقريبا؟ يعني ما ينفعش في الوقت حد بيقول لي كده الاقي حد تاني بيقول لك لا تعالى نعمل شغل. انت عارف اكيد مساله فويس اوفر. يعني بتعمل شغل كويس وبتعمل فلوس كويسه. ايه ده والله؟ لا ما كنتش عارف. لا لا ما اعرفش. لا يعني لا يعني الواحد بيشتغل. لا اصل دايما دايما بيقارنوا الاذاعه بالتلفزيون الدخل بشكل عام. لا دخل الاذاعه غير دخل التلفزيون طبعا. لا انا بتكلم عن الاعلانات التجاريه في وقت من الاوقات. الاعلانات التجاريه. طبعا في وقت من الاوقات كنا بنعمل اعلانات كتيره جدا. كان الاستاذ شاكر الله يرحمه توفى. وكان سوق الاعلانات في مصر محتاج اصوات جديده. فظهر مجموعه كده من الاصوات. كان استاذ عصام سيف طبعا. استاذ اسامه منير. اسامه منير بيعمل عمل بروموهات وتنميات كمان. الاستاذ خالد هجرس. وكنت انا معاه. لا افتكر لي اعلان كده قلت جمله فيه، مش لازم تقولي المنتج يعني، بس حسسني كده بالاداء الاعلاني. لا يعني بص طبعا عملت اعلانات طبعا كتير، وكنت بعمل ساعات اعلانات فويس اوفر مصري وخليجي، لان عشت في فتره كبيره في الخليج فبعرف الاداء الخليجي او اللهجه الخليجيه. لا قول لي اعلان بلهجه مصريه او جمله اعلانيه بلهجه مصريه وبعد كده اقلبها لي خليجي. بلهجه مصريه. ما هو اي اعلان هنقول فيه اسم المنتج. يا سيدي قول اسم البرنامج. اسم البرنامج اسهل. يعني مثلا اقول معكم مع منى الشاذلي مثلا. لو قلناها خليجي هنقول معكم مع منى الشاذلي حاجه كده يعني. نفس اللكنه. اللكنه هي اللي بتختلف. اول حاجه عملتها ولفتت ليك الانتباه طارق أبو السعود؟ ده اول اعلان كنت عملته خالص كان مع الاستاذ شريف عرفه. كان مدور على صوت جديد وبعتر فيه، وانا حاجه دخلت بقول له، كنا في رمضان بعد الفطار، فبقول لهم مساء الخير، قال لي كويس قوي انت كده تمام.
مساء الخير بس. مساء الخير. قال لي كده انت تمام. وكان اعلان في 4-5 جمل يعني. بعديها طبعا كان في شغل اكتر من كده بكتير. بس انت تخطيت فكرة الفويس اوفر وبقيت عايز اقول يعني خبير اطلاق اذاعات راديو او يعني. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. اذاعتين طريق ابو السعود. تقريبا او نعرفه. انا طلعت كنت في الاول طبعا اول ما بدأت نجومة فهم كنت موجود فيها. كنا 7 مذيعين ساعتها. اول 7 مذيعين كنا فيها. وبعد كده عملنا سافرت دبي. كان في محطة هناك اسمها صوت الأصالة دبي 939. ببساطة برضو كانت بتتكلم عن فترة الأغاني من سنة 55 لخمسة وسبعين. فالأغاني من 55 لخمسة وسبعين 98% منها مصري. بعدها رجعت تاني نجوم اف ام. قعدت 3 سنين. وبعديها عملنا راديو مصر. راديو مصر دي كانت تجربة يعني ناجحة بكل المقاييس. عايز اقول لك في الاول خالص ما كانتش يعني ما كانوش حاسين ان هي ممكن تبقى ناجحه بالمنظر ده. يعني بس هي في الاول خالص لا قابلت شويه مشاكل لكن في الاخر ربنا كتب لها. كنت مسؤول عن البرامج اعتقد في لا راديو مصر. انا كنت صاحب طبعا فكره كانت جايه من عبد اللطيف مناوي. قابلني وطلب. كان لسه إذاعة راديو مصر دي كان حاجة اسمها الأخبار والموسيقى زمان تبع الإذاعات المتخصصة. وكان تردد بسيط قوي حوالين ماسبيرو ما بيعرفوش يسمعوا من كتر ما هو ضعيف. كان تردد ضعيف جدا. عبارة عن نشرة أخبار على رأس الساعة وعلى نص الساعة وبينهم فواصل موسيقية. عربية أجنبية دولية يعني مش هتفرق كتير. فاتنقلت المحطة ديت لقطاع الأخبار ساعتها وبقى في إذاعة. وكان البريف بتاعها زي ما بيقولوا يعني عايزين الناس ترجع تاني تسمع لإذاعة حكومية. في تجربة راديو مصر ركزتوا على بخلاف فكرة اختيارات أغاني لطيفة وسريعة وإيقاع سريع للإذاعة. عايز أقولك الراديو أصله الأغاني بالمناسبة. يعني اللي بيسمع راديو. دلوقتي نمرة واحد. قبل التلفزيون كان. لا أي راديو دلوقتي أو بعدين. لا قصدي قبل كده زي ما قبل التلفزيون كان هو وسيله المعرفه. ده موضوع تاني بس. بس يعني انت دلوقتي في ظل التطور اللي احنا فيه والزحمه اللي احنا فيها والقنوات الكتيره الموجوده اللي بيسمع راديو عايز يسمع اغاني. حطي بقى وسط الاغاني اللي انت عايزاه. يعني حطي برنامج وسط الاغاني. حطي نشره وسط الاغاني. حطي فيتشر وسط الاغاني. تبقى الارضيه الاغاني والخدمات بالزبط. الاخرى بالزبط. هي بالزبط. خدمات بتهم اللي بيسمع. لا يعني انتوا عملتوا حاجه ذكيه جدا. انا فاكره من احنا بنتكلم راديو مصر من 5 سنين مثلا 6 سنين. راديو مصر طلع 25/4/2009. مثلا مواعيد القطارات. ما دي بقى الخدمات اللي بقولك يعني دي الخدمات اللي اول ما كنا ابتدينا نسمع راديو قلنا لا ده في ناس ذكيه بتفكر. ليه؟ واسعار خضار مثلا. اسعار الخضار حركه القطارات حركه الطيارات اسعار الخضار الفيتشر الجو فيتشر الرياضه. وطلع راديو مصر. ومؤخرا دلوقتي انا موجود في الراديو 90. انت عاشق للاذاعه يعني واضح بكل الانماط بقى انك تعمل الخريطه البرامجيه انك تفكر لها انك تعمل في او انك تقدم برنامج شكل المحطه. يعني انت كل حاجه في قدام الميكروفون بتعملها. الحمد لله. هويه المحطه. المحطه هويتها ايه؟ انت عايزه منها ايه؟ لا مش طيب احكي لي بقى اول ما دخلت على لجنه الاختبار كده زمان. ده زمان قوي. كنا بنمتحن زمان 3 حاجات تقري قران وتعربي من القران. ده في امتحان الاختبارات الاذاعه. اختبار الاذاعه المصريه. تقرا باحكام التجويد لا لا تقرا بس تقرا صح. تقرا هو بيختار ايات معينه او صور معينه علشان يكتشف السين والقاف والصاد اللي هي الحروف. زي ايه بقى؟ زي مثلا سوره الناس عشان حرف السين. الفلق عشان حرف القاف او السين بتصفر. في ناس عندها سين بتصفر وما يعرفوش طول عمره لغايه ما يروح امتحان اذا يقولوا سين بتصفر فما يفهمش يعني السين بتصفر. بيبقى فيه هواء طالع زياده من بين السنان اللي في الوش اللي هم دول فبيطلع ودي تتبلع في التلفزيون انما في الراديو ما تتبلعش. بصي لو هو بيتكلم وتحتيه بد مزيكا مش حبان السين لكن القاف حبان.
يعني الاهون مشكله السين مش مشكله القاف. وهما الاثنين علاجهم عند دكتور يعني. لا علاجهم عند دكتور صحيح يعني, يروح للدكتور يحللوا مشكله السين. زمان بقى لجنه الاختبار دي اللي ما يقولش صوره الفلق كويس صور او صوره الناس صور معينه وتعربي منها يعني يقول لك اعرب الكلمه دي غالبا طبعا ما حدش بيعرف, صعب يعني. لا احكي لي سالوك ايه, اكيد فاكر انت. لا مش فاكر ولا سالوني, بس انا فاكره كويس قوي سالوني قال لي في تعرف ايه عن الفاو, منظمه الفاو, وكان في معركه الفاو ساعتها ما بين العراق وايران في حاجه كده. بس طب خش اقرا يا ابني, ابني دخل اقرا وجاوبت كويس. هو ده اللي انا فاكره, السؤال انا فاكره بس لا طبعا ما عرفتش, لا ما كنتش اعرف عربي خالص, كنتش اعرف عربي خالص. وكان ساعتها الاستاذ امين بسيوني ربنا يديله الصحه كان هو رئيس اللجنه, فقال لهم ده صوته كويس قوي بس هو ما بين قوسين في العربي ما فهمش عربي, فخلوه يتعلم. ايوه ليه بس حضرتك, انا فهمت ان انت والدك اذاعي. الوالد اصلا اذاعي طبعا بس هو ما كانش ليه دعوه بالموضوع ده خالص يعني الوالد اذاعي اصلا بس هو ما كانش يعني حتى ما كانش يعني اشتغل انت ورينا هتعمل ايه. وكانهم قبلوك يعني تحت شروط, صوتك كويس بس العربي ضايع. بس وخلي بالك اي صفه ممكن الواحد يكتسبها يتعلمها الا الصوت. صح, ده بيبقى حاجه من عند ربنا. صح. يعني زي ما في الاذاعه الصوت, في التلفزيون المقابل له القبول. القبول طبعا. اي حاجه تانية لو تاسس كويس وتدرب كويس يتعلم يعني تتعلم. قعدت سنه كامله بنقرا قران مع الاستاذ متولي درويش الله يرحمه, كل يوم من الساعه 8 الصبح للساعه 12 سنه كامله نقرا قران من 8 ل 12 كل يوم, 8 الصبح ل 12 الظهر مقراه يعني. ما عشان نتعلم عربي وتعربي وبعد كده نقرا خبر ونعربه سنه كامله, استوديو 22 اذاعه. بس بعد السنه ديت اشتغلت في البرنامج العام, قعدت شويه وبعد كده جت حرب الخليج, فكان صوت العرب بيقفل الساعه 2 ويفتح تاني الساعه 5 فقرروا انه يبقى 24 ساعه, فكانوا محتاجين مذيعين فنقلت من العرب للعام. بس سوري من العام من للعرب. بالنسبه لك طارق ابو سعود ايه الامتع, قرايه النشره ولا الاعلانات ولا الوثائقيات؟ البرنامج, انك تكلمي الناس. انك عارفه الناس بتكلمك وتفاعل معاكي, تبعت لك اس ام اس وتقول لك رايها في كلمه قلتيها او في غنوه انت, او يقول لك انا عايز اسمع غنوه فلان فلان, في حميميه كده بتبقى دايما غير النشره. برضو النشره انت بتقولي النشره, الاعلان بتقولي لهم روحوا اشتروا كذا. البرنامج انت بتكلمي الناس. ايه اكتر اعلان انت ما تنساهوش ابدا طارق ابو سعود؟ ولا كان في حمله تنظيم اسره. كنت قاعد في قهوه كده وراح حد ضرب تعليق صعب الحقيقه, فرحت واخد بعضي تعليق قليل الادب يعني. ما كانش لطيف. زوروا عادات النجمه الذهبيه تتمتعوا بصحتكم وبالسعاده الزوجيه. ايه 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 ده؟ لا عشان هو كان السلوجان بتاع الموضوع, زوروا عيادات النجمه الذهبيه تتمتعوا بصحتكم والسعاده الزوجيه. ده اللي تنظيم الاسره. واللي جنبي بقى ما كانش السعاده الزوجيه ما كانتش واصله له خالص الحقيقه, كان عنده مشكله. فقال كلمه مش لطيفه كده, رحت واخد بعضي وماشي وخلاص. وسلام عليكم. اعتبرت ان هو يعني عنده مشكله في السعاده الزوجيه. ايه تاني من الحملات او من الاعلانات اللي انت ما تنساهاش؟ هقول لك برضه, ودي حاجه دايما لما الواحد بيعمل حاجه زي كده او بيعمل اعلان او بيعمل كامبين على حاجه معينه لازم تنسيها. ليه؟ عشان لما الكامبين التانيه تيجي ما تاخديش نفس الدليفري بتاع الاولانيه, ما تفضلش قاعده في ودانك. افصح ازاي؟ افصح يعني انت النهارده مثلا خدتي دليفري معين في توصيل معلومه او خدتي طريقه معينه في توصيل معلومه. في الاعلانات التجاريه لو انت فضلتي ماسكه في نفس الحته دي كل اللي جاي هيبقى كوبي بيست. يعني انت غصب عنك مش يعني انت قصدك لما تيجي تعمل اعلانات مثلا لتكييفات ما ينفعش تيجي تعمل الماركة تانية من التكييفات بنفس الأداء؟ لا الماركة تانية دي لا صعب يعني, أنا مهنيا ما بحبش أعمل كده. ما ينفعش أعمل اتنين شبه بعض. لكن لو خدتي التون بتاعك وخدتي الدليفري بتاعك وفضلتي محافظة عليه حطاه في جيبك كل ما تيجي تشتغل تقوم مطلعاه. طب ايه ما خلاص بقى, يبقى انت كده كوبي بيست, شغلك كله كوبي بيست.
فلازم تنسيه وتبتدي في حاجه جديده. غير ايدنتيتي بتاعت محطه راديو او ايدنتيتي بتاعت محطه تلفزيون، بتحافظي على ادائك عشان بقيتي جزء من هويه المحطه او هويه قناه التلفزيون. بس انا عارفه وهو بيعدي الشارع ممكن يعمل في اول حاجه. ما عنديش مشاكل. يعني انا مره كنت بسالك على حاجه قلت لي لا لا هركن العربيه على جنب و... لا طب هو خلي بالك برضو وسائل الاتصال الجديده ووسائل التسجيل الجديده الموضوع مش محتاج استوديو دلوقتي. لا مش محتاج استوديو خالص، مساله بقت سهله قوي بسيطه قوي قوي. يعني ممكن تعمل في او، انت ممكن تسجل حاجه وانت راكن على جنب وانا في البيت وانت في البيت وانت في العربيه ما عندكش مشكله وانا مسافر. يعني ازاي؟ يعني لو انا بره مصر ما فيش مشكله وتبعتها بالميل وخلاص. بالميل الحياه بقت سهله جدا بالنسبه لي. جدا جدا الراديو بقى التعامل معاه اسهل، بس عشان هو اسهل فمحتاج حكمه وعقل في التعامل معاه. يعني زي ما بقول لك هو بقى وان مان شو. انت النهارده مش محتاجه تقولي انا عايزه اجيب الاغاني دي عشان احطها في البرنامج بتاعي. او استنى احضر لك في المكتبه. خلاص مبقاش في الكلام ده. ولا تظبط شريط. ولا ما مش محتاجه، ما خلاص مفيش، هو المايك الكمبيوتر بتاعك قدامك. عشان كده في ناس كتير بتعمل راديوهات او اذاعات على الانترنت. الله يفتح عليك. كل واحد عامل الموضوع بقى في سوفت ويرز كتيره جدا. لان هي تشغل راديوهات. طيب مش هخلص الفقره دي غير لما تعمل برومو للحلقه دي او للبرنامج ده. للبرنامج خلينا نستغله. طبعا البرومو لو هيعمل برومو للبرنامج هياخد فلوس كتيره جدا. لا لا لا. انما احنا مش قوي، ما انت عارفه برضه. اعمل لنا برومو للبرنامج. كده يعني حاجه كده يعني. ممكن نقول على سي بي سي شخصيات تظهر بدون تكلف معها ومعكم منى الشاذلي. حسابه كام ده؟ حسابه سي بي سي هتدفع فيه كام؟ لا 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 مش هيدفعوا فيه. طارق ابو سعود من اشهر الاصوات الاذاعيه في مصر، شكرا جزيلا لوجودك معانا. يا صاحبي ليه؟ احكي لي كده، انتوا عملتوا شويه اختراعات كده غريبه. ما دوس كده تروح طالعه دي. خدني وركبني التاكس وقفنا على بوابه. انا عملت عمليه اللوز مجامله لجورج. البطانيه احكي لي علاقتك بيها ازاي دلوقتي؟ الحمد لله. ناس ماشيه ليه كلفك كتير بقى الفرح ده صح. حتى بتاع الزفه بتاع العوالم له سعر. ما انا مش فاهم الناس دي عاوزه مني ايه. وانت لو شفت الفيلم ممكن تسميه، ممكن له اسم ملوش اسم اي حاجه. اول ما ببص لوشك بحس انك كذاب مش بتمثل. قالك يمكن نتزنق نبيعهم بعدين. موجات البرد والصقيع اللي عماله تضرب البلاد وتضربنا معها، كل واحد بيبقى عنده اشكاليات لها علاقه بالسقعه. مش بس ان هو يتغطى بالبطاطين في البيت، لا، ان هو يروح شغل، انه الناس الافاضل اللي معانا دول يجوا الاستوديو. سيبكم من الاستوديو ده في شويه بره حاجه تانية. انا بقول تفضلوا قاعدين. طيب الحقيقة إن الصعوبات بتتجاوز ده بالنسبة للتلفزيون لمرحلة تانية، إنه الضيوف نفسهم يسيبوا دفى البيت وينزلوا عربياتهم ويستجيبوا لدعواتنا وييجوا للاستوديوهات في الساعة دي، بجد صعوبة. والحقيقة إن هي تجلت بشكل كبير جدا مع ضيفنا ونجمنا النهاردة. نجمنا اللي عارف كم المحبة اللي بيحظى بيها في قلوبنا، وكم الاشتياق ان هو دايما يفضل معانا يحكي لنا ويفتكر معانا ويقول. وبالرغم من ده وان هو عارف كويس قوي احنا بنحبه قد ايه، وعمره ما تعزز او تكبر على التواجد معانا، الا انه المره دي كان الموضوع صعب جدا بسبب البرد، والمساله اخذت منه تفكير كبير وكتير. بس بالرغم من البرد والصقيع ودرجات الحرارة اللي ما شفنا لهاش انخفاض له مثيل زي ده، تحدى كل الحاجات دي، تحداها
وأتى بدفء القلب والفن والمحبة. النجم الكبير سمير غانم. تطور يا أستاذ، أنا مش فاهم الناس دي عاوزة مني إيه. أنا في عالم ذرات فظيع. ما دي حب الرمان. أيوة التعداد زاد. لا زاد إيه التعداد ذات يا راجل. ستة يا زير النساء. ما خليته لك يلعب سنتر هاف باك فير وير. المهم ما يسيبش خط النص. بتقول إيه؟ ابتدي بقى أكشن. الليلة عيد والعريس بيتجوز. وما دام العريس بيتجوز يبقى العروسة هتتجوز. العريس متين والعروسة متينة. ياللي غويت المتين سيبك من المتينة. خين دي لعيب برضو؟ ده الجول يا منصور بيه، ده اللي حيسد الشبكة. ماتش واحد دخل فيه 35 جول ما طلعوش لغاية دلوقتي. بقولي عادل، وحيت والدك سيجارة عشان فضل دي. ولا أقول لك خلي العلبة كلها، الحتة هنا مقطوعة ما فيش سجاير. اشتري انت من بني سويف. بابا عادل، بابا ميرا. خلاص فندم، انا في الحالات العاديه متعود اخد 5 جنيه. وفي الحاله دي؟ الحاله دي بقى انا هحد لسيادتك 5 جنيه. يا راجل امسك، ده انت صاحب عيال الله يكون في عونك. كان المرحوم علي كاكا الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت رجليه، ده كان لعيب كبير، كان تملي يسهل ويقول لي اقرب لي اقرب لي. منور الدنيا يا استاذ. ربنا يخليكي، ده حضرتك اللي منور. موضوع الساقعه ده كان هيبوظ لنا الدنيا. لا صح، مش متعودين عليه ده يعني. يعني بالكتير عندنا ساقعه جاكيت تقيل، كوفيه، بلطو، انما دلوقتي على الاقل 7 بلاطي يعني. 7 بلاطي واتنين منتوفلي قد كده. لا حقيقي، بس هقول لحضرتك حاجه غريبه يعني. ما هو البرد ده في لندن، باريس، بس غير بردنا. لا 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 لا، بردنا فظيع. ايه ماله بردنا؟ معرفش مال في. سأليني انا حضرتك. لا يعني بردنا عشان مصر مش متعوده على البرد ده حقيقه. بتلاقي ناس مستغربه حتى يعني، مندهشه يعني. ناس ماشيه تقول ايه ليه ليه. يعني انت قصدك ان هو برد وصدمه في نفس الوقت. يعني ويعني معلش بقى، اللي بيقطع قلب الواحد بقى اللي ماتوا من السقعه دي يعني. ده اللي قطع قلب الواحد يعني الحقيقه. اطفال لاجئين البتاع دي حاجه صعبه. صحيح. يعني شفت انا كانت في واحده ست جزاها الله خير طبعا، كانت ماشيه بالعربيه بالبطاطين وتوزع في الشارع بطاطين بتاع. ده بقى يعني في ناس كتيرة في كتير. دايما دايما بتعملها دلال، بتعملها كل سنة الحقيقة. البطاطين دي. اقول لحضرتك على حاجة، كل ما الواحد بيبقى سقعان ويدفى كله بيحس انه عليه دين لازم يدفي اخرين يعني. طبعا. بس انت بقى يعني البطانية احكي لي علاقتك بيها ازاي دلوقتي يعني. ما انا طول عمري بحب اللبس الخفيف. يعني البلطو ده اخر حاجة افكر فيها يعني، مثلا او القميصه بكرافته وبتاع والخنقه دي ما بحبهاش. فتلاقي ده دايما لبسي ميديوم كده. يعني الحاجات الكاجوال البسيطه دي خفيفه دي اضطر البس بدله لو اروح حاجه رسمي يعني. يعني المره الوحيده اللي لبست فيها بدله ايوه وحسيت ان انا محترم قوي وقميص وبابيون ساعه فرح دنيا. بس فرح دنيا لبست بدله بقى يعني. ده كان الظرف الطارئ الطارئ الطارئ، ملوش حل، ما اقدرش ادخل كده واوديها للعريس هيرجعها لي تاني. لا 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 لا، ده
انت كاتب الكتاب حتى مش لابس كرافات. شفتي كاتب الكتاب كمان رايح سبور. لا بس مش سبور قوي لا يعني مش لابس كرافات وكده. لا في جاكيت. لا ايوه بس يعني برضو بس في جاكيت. طب خلينا نسمع كاتب الكتاب. زواج شرعي. زواج شرعي صحيح صحيح على كتاب الله على كتاب الله وعلى سنة رسول وعلى سنة رسول سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام وعلى مذهب الإمام وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة أبي حنيفة النعمان النعمان وعلى الصراط وعلى الصراط المسمى بيننا المسمى بيننا آجله وعاجله آجله وعاجله بنفسك لنفسك بنفسك لنفسك والله خير الشاهدين والله خير الشاهدين. نفسك في إيه يا قولوا بصوت يسمعه الجميع بارك الله لكما بارك الله لكما صوت عالي جدا بارك الله لكما بارك الله لكما وبارك عليكما وبارك عليكما وجمع بينهما في خير وصلى الله على سيدنا محمد الرسميات دي بتبقى يعني انت بتتوتر من الرسميات شويه شويه. لا بس فرح بنتي يعني متوتر شويتين مش شويه. كلفك كتير بقى الفرح يا استاذ سامي. طبعا طبعا كلف النوعيه دي بتتكلف خصوصا المكان. ما هو في المشكله دلوقتي بقت الاماكن. يعني انت عشان تجيب تروحي مكان جامد زي ده وفظاع يعني ما عندهمش رحمه لا يعني خالص. ما فيش ده حتى بتاع الزفه بتاع العوالم له سعر ما صوص. وقالت له عايزين يعني انا قلت له يعني عايز بنوتات كده امارات كده حلوين يا بيه عيب سميد وقعدت انا مستني بقى البنات ما بقتش عارف الفرق بينهم بين الرجاله اللي هم ماشيين يعني من كتر حلاوتهم وادفع يا بابا ما دفعت خلاص يعني فاضل حاجه بسيطه الموضوع من حقه وانت في حركه زي دي بتبقى هتتناقشي لا لازم تدفعي صح على طول صح وشغلانه بقى الحقيقه انا ماليش فيها قوي اللي شالت الشيله حقيقه حما دنيا والأستاذ علاء أبو العريس راجل جميل جميل حقيقة وفاهم بقى أنه كان ضدي وفاهم ده إيه وفاهم ده إيه وزواقة يعني ده الأكل الأول ده مش عارف إيه حاجة كل ده كويس قوي. تعالي بقى اسألينا إحنا أكلنا إيه. أقسم بالله ما أكلنا حاجة لا ما فيش مخ للأكل يعني إن مخي كله أنا مخي كله في الضيوف وفي ناس فجأتك ناس حبايبك جم عشان يقعدوا فين وبتاع لا واللذيذ في وسط الهيصه دي جاني واحده استاذ سمير احنا قاعدين ورا قوي اقول لها ايه بقى ورا قوي هو شو اللي ورا قلت لها حبيبتي اقعدي وخلاص هجيب لك انا الرقصات لحد عندك انا والله في ناس كده بتقعد على سيره الافراح يا رب يخلي الناس ايامها كلها افراح انت حضرت او كنت بتقدم عرض في اخطر فرحين فيك يا مصر فرحين تاريخيين فرح بنت جمال عبد الناصر وفرح بنت السادات الله يرحمهم الاثنين لا احكي لي عن الفرق وكنتوا ثلاثي اضواء المسرح ساعه عبد الناصر كنا الثلاثي ثلاثي كاملين مين لا جالكوا الطلب ازاي ما فيش الاستاذ محمد سالم لو حضرتك تفتكري الله يرحمه كان هو مخرج المنوعات المشهور وراجل جميل وبسمته حلوه كده ويتحب يعني وكان جاي من امريكا لسه جاي
طازه بقى، وهو امريكاني خالص كده، وعشان كده هو دايما اختاروه في الافراح دي، هو اللي وضب الليله والبتاع، وله شخصيه عنده كاريزم انك تحبيه كده يعني، لو تعالي هتروحي راح على طول كده من جماله وشياكته، ودايما مبتسم كده، فكان يحبنا احنا كده. هو لما اكتشفنا مكتشف ثلاثي والله، اي ما هو سمانا اضواء المسرح ليه؟ كان بيعمل برنامج اضواء المسرح. فاول ما اشتغلنا احنا هناك فسمانا ثلاثي اضواء المسرح. ايوه انا عمري ما سالت نفسي ليه الاسم ده. لا هو كان بيعمل عشان البروجرام كله كان اسمه اضواء المسرح. اضواء المسرح. فاحنا كنا اول ما ابتدينا نعمل نمره في التلفزيون عملنا في البرنامج عنده. كسرت الدنيا. حتى لما عملنا فرقه وهو كان صاحب الفرقه سماها فرقه اضواء المسرح. يعني روايتين مع الاستاذ محمد سالم اللي هي حواديت وبراغيت لو تفكريهم، اللي كنت عامل فيها ست انا وبتاع يا فوزي والحكايه دي فظيعه. كانت فظيعه 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 يعني مشكله. لا طبقه الصوت لسه بتعرف تجيبها ولا لا؟ ده قبل ما اعمل اللوز والله حقيقي. طب انا اقول لحضرتك حاجه، انا عملت عمليه اللوز مجامله لجورج. يعني واحنا في اسكندريه لقيته بيقول لي انا هروح اشيل اللوز. قلت له ليه؟ قال لي عامله لي مشاكل. قلت له والنبي بتعمل مشاكل؟ قلت له انا معاك انا فاضي وريش حاجه. ورحنا ولن انسى اسم الدكتور الله يرحمه دلوقتي، بس ابنه دكتور اسمه رمزي جبره في اسكندريه في محطه الرمل. اللي انا فاكره انا وجورج في السرير والسرير وبعدين اما صحينا كل واحد. لا سرير وسرير معلش، انت روح تعمل عمليه ليه؟ ما اعرفش. لا لا يعني تروح مع صاحبك تقف جنبه. زمان بالظبط يعني واقف جنبه وصاحبي وخلاص وحبيبي. انما بس قالوا لي سهله، انما اللوز مالهاش فايده يعني الدور. فانا قلت يمكن على اللونج ران يعني. قالوا لي وكانت الاول غير دلوقتي. لا لحظه انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ لا والمصحف بتكلم بجد. والمصحف ايه؟ واحد يروح ما عندوش لوز يروح يشيل لوز؟ والله هقول لك حاجه يعني ربنا يشفيه يا رب. لو كان هيتكلم جورج دلوقتي هيقول لك احنا عملنا. والجميل في ايه؟ الدكتور بيهدينا بقى بطرمان كده في اللوزي بطرمان تاني في لوز جورج، وكاتب عليه لوز سمير غني ولوز جورج زيد. قال لك يمكن نتزنق نبيعهم بعدين. حبيب قلب. بس طبعا لوز جورج كانت جامده شويه. انا لوز يا دوبك لوزتين. انما لوز جورج كانت اللوزه ب 2 كيلو تقريبا. فشلت اللوز بقى فالصوت الرفيع ما بيطلعش زي الاول. يعني الرنه اللي كنت بعمل الصوت الرفيع ده الاول كان بيطلع زي بايكو بقوه. يعني لما سيت المزرعيه كلها وانا صوتي يعني ما انساش حته يا فوزي يعني يا دوبك. دي كان فظيع حته. فاللي كنت منطلق براحه. بعد اللوز خست خالص. يعني الطبقات خست. سايد افكت بقى معلش. اثار جانبيه معلش. طبعا طبعا الكلفه. طيب جاي محمد سالم بقى قال لكم ازاي على فرح بنت جمال عبد الناصر؟ هو اوردر يدينا اوردر على طول. ادانا تليفون وتليفون كلهم نروح له المكتب. يعني وكان جماله ايه؟ كنا لسه في الكليه. انا كنت باجي من اسكندريه جامعه اسكندريه. وجورج هنا كان في عين شمس. والضيف الله يرحمه كان في اداب القاهره. خدت لي بالك؟ فهو كان يتصل بي انا من اسكندريه جورج بتاع. فقال لنا فرح بنت ناصر بقى، وكان معمول في اسكندريه الفرح افتكر. يا رب في المنتزه في جنينه كبير حاجه كلاس قوي كده بتاع. وانت عارفه الافراح دي بيبقى ليها يعني ايه من مرعبه. طبعا يعني مرعبه يعني ده جمال عبد الناصر حاجه يعني عشان تخشي بتمري على كذا مرحله. وزمان كان غير دلوقتي كمان يعني الحراسات والمش عارف ايه ما كانتش مرعبه زي دلوقتي يعني. دلوقتي خفت قوي الحكايه. فاحنا عبال ما وصلنا طبعا جوه وكان فايزه احمد ومين يا ربي فايزه احمد النجوم الكبار الموجودين كانت فايزه وكان احمد غانم لو تفتكري حضرتك. اكيد عبد الحليم. اكيد عبد الحليم على طول في كل الافراح يعني. فروحنا احنا بقى بس احنا اللي بقى رعبني انا بقى رعبني اشوف عايز اشوف جمال عبد الناصر قاعد فين. تفتكر غنيته ايه هناك في الفرح ده؟ تفتكر غنيته ايه في الفرح ده؟ هما هي كانت دكتور الحقني مكسره الدنيا. يعني دكتور الحقني. وكان في سكتش كده كنت عامله انا اسمه ابناؤنا في الخارج.
اللي هو الو يا عبد معطي الو حاجه كده برضه كانت بالصوت الرفيع. وكان جورج اللي عامل الطالب، انا الطالب عبد معطي عبد حق جدا حق شراب مش عارف ايه حاجه كده دمها خفيف يعني. سكتشات دي فرح جمال عبد الناصر، احكي لي بقى يعني الاجواء وقعدت بتدوس، هو يعني اتعامل معاكوا ازاي؟ هو مفيش انسي انه يضحك خالص، مفيش يعني الناس تبقى الناس بتضحك وبتاع وقاعد عادي كده، بس انا ما حبيتش احاول ان تيجي عيني كده اقف عينه مفيش، وقاعد مش شايف حد يعني، عايز السكتش يخلص او الفرح يخلص ويمشي. الافراح الرسم دي بتبقى قصدت من ناحيه الكوميدي، لان الناس دي مش سهل انها تضحك، وحتى يوم ما تضحك بس هم الثلاثه دول مجامله يعني او بسمه كده يعني، او ممكن في ناس ايوه بس هم اللي طالبينكم، هم اللي عايزين يعني هم عارفين ان انتوا. طب انا هقول لحضرتك، احنا كنا رحنا بقى في عيد 23 يوليو حفلات 23 يوليو، اذكر منه حفله كانت في مسرح الزمالك وكان عبد الحليم طبعا ونمره تاني كبيره وبتاع، واحنا الفقره الكوميدي اللي في النص، فكان اول صف فيه طبعا جمال عبد الناصر وجنبيه المشير وجنبيه اللي هو الصف الاولاني رهيب بقى يعني، هو كان يقعد كده وايديه مسنوده كده وبص فوق كده بالظبط، بص على الستيج ده جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بس واحنا بقى شغالين، ودخل جورج بقى ودكتور الحقني المغص جوه في بطني، انا عيني المح بشمال الاقي اللي جنب عبد الناصر بيضحكوا وهو عامل كده، انا بقيت حاسس في مره هيقول بس يعني هو ضحكته كده بسمته خفيف، انا واثق ان هو قاعد كده انما دماغه طبعا بره دماغه في بلاوي عالم شايل هم يا لهوي سد عالي وحرب مع اسرائيل يعني يعني هو جاء الحفله مجامله يعني مجامله عشان 23 يوليو مش عارف ايه بتاع، فبقيت عايز السكتش يخلص بسرعه وعلى طول وبننهي السكتش وما عندناش حاجه غيره دكتور الحقني مفيش وقت بقى نعمل حاجه تانية او بتاع، لان الغنى سهل عبد الحليم سهل يغني. طب بقى فرح بنت رئيس السادات ايه بقى؟ السادات له ستايل تاني بقى، من السادات مبتسم اوريدي يعني اوريدي مبتسم يعني، خدنا عبد الناصر كان الضيف مات الله يرحمه، فكنت انا وجورج بس فكنا رايحين برضو فرح مدعوين في الفرح، او بالظبط جابنا الاستاذ محمد سالم يعني حتى انا وقتها حضرت سكتش بسرعه عن انهم بيعملوا انترفيو مع واحد يهودي انترفيو يعني
فكنت اكسسوارات بتاعتي الغريبه، فكنت مركب زماره جبتها كده من زمان من شارع محمد علي. فاكره زمان العربيات اللي في العين زماره صوتها فظيع، يعني صوتها يفكرك بحاجات يعني، واخد بالك؟ فانا حطيتها جوه الجاكيته ومحدش شايفها، انما اول ما دوس كده تروح طالعه دي، يعني مفيش بقى. الراجل كان ميت حقيقي يعني، حقيقي يضحك. فلما رحنا نسلم عليه في الاول يعني سادات كان متجوع عمال يضحك وكل حاجه جدا انه دخلنا نسلم عليه الاول استاذ محمد سالم خدنا. فوالله انا ما انساش هو قاعد لازم يقف، راح واقف عشان يسلم عليا. اتخضيت، زيك يا سمير، زيك يا جورج. والله بالاسماء عارفه دي خلتنا طبعا يعني لان في امل في تجاوب يعني. فطلعنا على المسرح فردنا بقى فردنا وعدت بعد الفاصل هنرجع مع الكوميديان الكبير سمير غانم. كان مش هيب الضيف في الحته دي، مش هيبه وراح متزحلق في الهواء ومفيش، ما كانش لكم حدود يا ترى، عامله كده في الصاله بتروح يا رجلي ده موت ما يجيبش فلوس، اشتروا بنيت لمسه ثانيه يا ترولي بس من غير ترباس يا عمر يا بنت ام الزكاه. الضحكه تجيلك على طول كده بوم بوم، مدكن عليها وعايز افاجئ الكل، محدش يضحك ولا حاجه ولا حد يعبرني. والله هو يعني ايه فيلم يبقى اسمه كده؟ انا طالع لامي. بص لحته الدم بصك ورزعني قلم واتوسط، بص لحته الدم بصك ورزعني قلم واتوسط، وحواجبه اتنفشوا في اعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه، وحواجبه اتنفشوا باعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه. وتغلي وقال يا حياتي الحلوه دي تبقى مراتي، لو قابلت وجهه رداتي بتنفس تعليماتي، وربطني برجل الترابيزه وبصوت مطروح قال يا عزيزه، وربطني برجل الترابيزه وبصوت مطروح قال يا عزيزه. يا بنتي حرامي وراسي ودراعي بالكرسي جمله وقطع، واداني في راسي ودراعي. ده مش اكل عيش، لا لا ده انتوا كنتوا مبسوطين وخفه الدم دي جايه منين يعني؟ انتوا كلكم حاجه كده معرفش. الحمد لله يعني كان مش عارف، كنا حابين ده قوي. وبعدين كنت بدا يعني كنت اشيل هم الفرقه قوي الثلاثي، يعني الضيف يغيب مثلا، جورج يغيب انشغل في فيلم بتاع، افضل انا متعكنن بقى يعني. كان هما بيشتغلوا اكتر مني ليه في الافلام اكتر مني، هقول لك ليه. جورج تخين وكلبوز كده كاركتر، الضيف تركيبه وشه بين كل ألف لما تلاقي واحد فيه شبه الضيف، رغم انه لما مات انا جوني المسرحي 500 واحد شبه الضيف بالكربون، والله بالكربون. انما ما ينفعش يعني، مش مساله وش، ده روح صح يعني. الضيف كان روح كده جواه، انما الشكل ما فيش. كانوا بيشتغلوا اكتر منك؟ كانوا بيشتغلوا اكتر مني في الافلام. يعني جورج اشتغل كتير قوي، والضيف كذلك. الضيف اكتر واحد فينا يعني. لما توفى الضيف تعبت جدا يعني، حسيت ان مجهود سنين كلها راح. يعني لان بقيت انا وجورج لوحدنا. عزيز الضيف احمد، بسال عنك كل ما بضحك بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصل لك
أجريلو الأهلي تشات. بيني وبينك عندك أحسن أروق أنضف، لولا الرب علينا بيلطف كنا زماننا بناكل بعض. بس بنضحك نزعل نضحك نفرح برضو نضحك. عزيز الضيف أحمد، معرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد. فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض؟ بيني وبينك كل ما دقق أفكر أمعن بشعر إني خلاص هتجنن. بس مفيش من المكتوب بد، وهي أيام بتعدي يا ضيف وحنتقابل بلا تكليف ونقعد نضحك. لما بتفقدي كمان مش فنان، بتفقدي صديق. وكان جميل يعني لما تقعدي معاه، وكان له حاجات ظريفة جدا يعني مواقف. هو كان زملكاوي رهيب، يوم الزمالك يتغلب ما يشتغلش، لما يكون ايه انسي. بس عشان كده زملكاوي يحبوه جدا يعني. الله يعني زملكاوي ابا عن جد يعني. وحضرتك اهلاوي؟ ها جورج اهلاوي. انت مالكش في الكوره؟ لا ده ولا ده. انا بس يوم الماتش افرح في ده يا افرح في ده. دي شغلتك. اقعد في النص اشوف مين اللي يغلب واتريق عليه بقى، المغلوب ابادله. انما انا ماليش في الكوره. الاخ اللي هناك ده مش كبير في السن شويه ليه ولا ايه؟ ده اهو تلاقيك ما دفعتش عليه ولا مليم في الجمر، انه خلصان كبير يعني. كبير ايه يا منصور بيه؟ ده الحكمه والخبره والبهاريز والزبد. ايوه صحيح، ما انت عندك عندنا في البلد يقولوا الدهن في العتايق. وبعدين انا قاصد ده بقى لما هينزل الملعب سيب الخطيب يقرب له، لو لمسه لمسه واحده هيقع ميت. ارفع دعوه على الخطيب اخد الدوري وانا في بيتنا. حلو ده. على العموم انا سايب لك المسائل الفنيه لان انت احسن مني فيها. منصور بيه انا جايب لك بضاعه ما حصلتش مش في السوق. بس ايدك بقى على شيك ب 30,000 جنيه عشان كلهم مضى العقود. ايوه فاضل المبلغ الاخراني. ايه ده بكام؟ 30,000 ايه ده؟ 30,000 جنيه. ده انت مشتري الفريق اللي فات ب 13 بس. يا راجل صلي على النبي، ده بتسميه فريق؟ ده لعيبه سكه. ده انا بعت شويه موزمبيق رافعين عليه قضيه لغايه دلوقتي. دخل فيهم 70 جون في ماتش واحد. ماتش ايه ده بقى؟ حلو. مش فاضل بقى غير المدرب ولازم يكون اجنبي. كان مرة في فيلم وكان معاك إبراهيم سعفان. حبيب قلبي ده ماله ده حكاية. في كده إحنا متفرجنا على الفيلم يعني. أنا لما حد اللي هو تجيبها كده تجيبها كده هي. قبل ما تحكي لي بقى في هو يعني إيه فيلم يبقى اسمه كده؟ هقول لحضرتك، أنا قاعد في الفيلم ده كان مديحة كامل وفاروق الفيشاوي ومجموعة جان وليلى علوي. أظن ليلى علوي برضه مش كده؟ أفتكر. في ليلى علوي طبعا لولا الجميله. فكان ايه قاعد المنتج صلاح عبد الرازق ده مونتير. فقعد انا وهو في الاوضه كده وبتاع مش عارف ايه، بيقول يا اخي مش عارف الفيلم الاسم مش عاجبني، ما اعرفش كان اسمه ايه. قلت له جيبها كده تجي لها كده هي كده. قال لي ايه ده؟ قلت له فيلم. قال لي فيلم ايه؟ قلت له بنعمله. قال لي والله لا هسميه كده. والله هسميه ده الاسم ملوش اي علاقه بالفيلم نهائي. اصلا بس هو عجبته. وانت لو شفت الفيلم ممكن تسميه، ممكن له اسم ملوش اسم اي حاجه. بس هتلاقي مجموعه افيهات على البحر. يعني قصدك ايه؟ مفيش قصه واضحه. لا لا لا. هو حاجه لطيفه مجموعه شباب وبتاع وراحوا البحر وبتاع. يعني انا كان بيوقعني ابراهيم سعفان في الفيلم ده خصوصا هو بيضرب الراجل. انت فاهم نفسك طويل يعني. ده انا هطلع واقف فوق واحد وبيكلمه. رزق مين يا طويل؟ نعم انت خلصت ضرب ليه يا جدع؟ كمل. محدش هياخد مني يا جدع. تعالى. ايه حكايتك بالظبط يا طويل؟ يا طويل يا طويل ايه الموضوع؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ انت منين بلدي هلا؟ يا خبر اسود انت منين؟ يا طويل. طويل مين؟
انت يا سميرة انت على المسرح انا بحس ان انت كمان بتضحك يعني ما يعني ما بتبقاش مش الكوميديان اللي هو بيبقى متشنج فبيقول الافيه يعني مش مترتبه, انت ساعات تقول حاجه بتضحك عليها او حد من زمايلك يقولها. انا اكتر واحد فضيحه في الحته دي ان اقول الحاجه وانا اضحك, مش وانا بضحك مش قاصد اني اضحك, بتضحكني يعني ايه يعني بشوف نفسي وانا على المسرح وانا شغال ببقى شايف نفسي قاعد في وسط الناس والله يعني شخصيه جنوني او شايف نفسي قاعد مع الناس, فتلاقي رحت اي حاجه انا وضاحك وفي الناس بتضحك معايا بتضحك معايا وحاسه ان انا مش مفتعل, بس في ناس بتضحك مفتعل كتير قوي يعني لا بتضحك على حد قال حاجه فتقوم ضاحك يعني انت بتبقى دي دايما وعارفه بتعمل فيها كده يعني بتخليني افرفش احب بس حاجه متزوجون كان في حد بيمثلها قبل شيرين كانت هوايدة بنت صباح كم شهر كده شهرين ثلاثة افتكر وبعد كده سافرت بيروت مين اللي رشحها انا هي عشان متصورة طبعا بشيرين لا طبعا بشيرين هوايدة لا من الاول يعني جبل استاذ حسن عبد السلام وكانت جميلة ما كانتش وحشة والله يعني انت عارفة الجسم الطويل ده الشعر اللي نازل تحت بنت صباح وصوتها في بحة لذيذة فلما كانت تقول قلت حبنا بالطريقة دي برنسيسة شيرين جت غيرت القاعدة خالص بنت الكميلة الصغنانة الحلوة بنت البشوات فكانت حيلة شيرين ذكرياتك ايه في المسرحية دي يا استاذ سمير؟ والله اقول لحضرتك يعني انا حبيت الدور او حبيت الشخصية او عجبتني يعني خريج كلية الأدب قسم اجتماع فضيعة. حنفي خريج كلية العلوم قسم ذرة مش معقول حنفي خريج كلية العلوم قسم ذرة أيوة يعني عالم ذرات فعلا حنفي عالم ذرات فظيع حقيقي يعني من الشباب اللي درسوا الذرة بمزاج مش اي كلام طول حياته يغوى الذره فظيع في الذره فظيع بس ما عندوش حظ لانه غلبان وفقير انما في الذره ما عندوش يما ارحميني فاكر يالا الله الكليه كان مشيبنا يدخل المعمل محدش يدخل معاه ابدا حنفي في المعمل حنفي في المعمل بيعمل ايه بيحضر ذره يا سلام ايام كلية تقفل ثلاث ايام طوارئ فظيع مش سهل يعني شفاه كده سهل انما هو يوم ما اتخرج فاكر قلب الدنيا الله قفل ثلاث شوارع لوحده وبقى ماسك الشهادة ويغني رقصني يا جدع على ذرة ونص فظيع مش سهل يعني حنفي الوحيد اللي اثبت ان الذره ليها صوت هو عنا صوري ده الاول على دفعته ومفيش غيره كله طفش جري اللي بيضحكني اكتر هنا في المشهد ده وانا بقول وجود جورج جنبي لان انا عارفه كويس قوي وعارفه في حكايه الذره دي يعني كاصحاب يعني عارف بالظبط يعني حبيب قلبي كان مش هيب الضيف في الحته دي مش هيبه يعني ضيف يقول له هقوم هقوم عشان كده كنت انا ماسك نفسي يعني بضحك لان برمي الكلام وانا عارفه يعني وهو عارف يعني انا قصد ايه ده كله ارتجال ارتجال طبعا طبعا يعني ربنا يشفيه مسخرة على المسرح وكان يعمل ايه بقى يعني عارف ان انا هضحك هو ما يضحكش جورج ما يضحكش ابدا يعني على المسرح ما يضحكش ابدا سيريس خالص انا فضيحة يعني الضيف كمان نيلة يروح ضاحك انا اروح واقع اروح من ضحك يعني مرة هو في موسيقى في الحي الشرقي دخل جورج مندمج قوي وراح متزحلق في الهواء طاير وراح نازل انسي بقى ان انا اشتغل حوالي 4-5 دقايق مش عارف اشتغل من الضحك
مهزوز وهو ما ضحكش حط ايده ينشف العرق فظيع. فهنا بقى الزرات دي بتسدد لها الذكريات معايا. طب هقول لحضرتك في افلام في يعني مهمه جدا من كلاسيكيات السينما عندنا لاسباب تجاريه والاسباب لها علاقه بالبطل الاول والبطل الاولى، بس لو نتخيل الافلام دي من غير سمير غانم هنلاقيها ناقصه حاجه كبيره جدا. يعني احنا لو اتكلمنا على اميره حبي انا يعني كفايه في اغنيه الدنيا ربيع الاداء الاستعراض اللي انت عملته، خلي بالك من زوزو. يعني هي افلام صحيح ان هي افلام مهمه جدا، بس انت دورك فيها وافهاتك فيها احكي لي اكتر على خلي بالك من زوزو. عملت ايه مع حسين فهمي؟ حسين فهمي انا ما انساش مشهد البنطلون رجلي ورجل طبعا. لا ده بقى ايه وصلت له ضحكنا كذا مره. لا استنى بس، مين اللي حط المشهد ده؟ يعني مين اللي الفه؟ والله انا ما بقاش كذاب اقول لك انا اللي الفته. لا ده يمكن كان موجود بقى في السيناريو بس مش متوضب. يعني هو عايز المؤلف قاصد ان ايه ان رجلينا الاثنين في البنطلون بس، انما عشان نعملها انا وحسين بقى خدي هاتي يا ضحك. حتى الاستاذ نياز ابتدى يضحك برضه، مش مستحمل انا رجلي ورجلي. وحسين على فكره بعظمته دي كلها زي البيبي لما يضحك، يعني فجأة تلاقيه راح ضاحك وش يجي في وشه في البدايات نقع من الضحك. مرة قعدنا في فيلم والله ونعيد ونعيد ونعيد، وبعدين قلت حسين الله يخليك بالنبي قال أنا كلمتك؟ قلت له أنت ما بتكلمنيش، بس أول ما ببص لوشك بحس إنك كذاب مش بتمثل، بتضحك علي أنا؟ قال لي كده طيب. فين ربنا ستر بقى لما قعدنا نهدين كده بسم الله الرحيم بالنبي يا رب، الراجل المخرج خلاص والمنتج بيلطم وانتوا عمالين تضحكوا كل ما تحط رجلكم في البنطلون تضحكوا من غير قصد يعني خلاص كريزه احنا بنسميها ايه كريزه الضحك. كل ده من الغنى الاوبرالي اللي انا بغنيه. حاكم انا مؤمن بالعلاقه التبادليه بين اللانهائيه الحنجوريه والثبوت الطار العلمي. بنطلوني بيعمل ايه عندك؟ هو انت كل حاجه تاخدها يا اخي؟ كرافطاتي وسكتنا كمان البنطلون. استنى عنك، أنا اللي هلبسه النهاردة. ومناسبة إيه بقى؟ نوع من التغيير. كل مرة ألبس هدومي، ألبس هدومي. فيش مرة ألبس حاجة تانية؟ شيل رجلك من البنطلون. أنت اللي تشيل رجلك من البنطلون. سعيد، ده أنا أخوك. أخويا أبويا، ده بنطلوني وأنا اللي هلبسه. اقلع. مش قلع، أنت عايز إيه؟ ما هو شوف أما أقول لك. إيه؟ أنا مش عايز حاجة. مش انا ولا انا ده شياط مش كده؟ يا نهار اسود الله يخرب بيتك. يا رجولي عاجبك؟ معلش اذا كانت اللحمه باظت هعمل لك خرشوف بالتنظيف. هو طالع ده من خفيف لمين بقى؟ مين في اسرتك كده؟ انا طالع لامي. لا اقول لحضرتك كلنا ماما الله يرحمها كانت دماغها خفيف جدا جدا. والله كانت ست الله يرحمها فظيعه يعني، وكانت هي الايد الحنون علينا يعني. ايوه بس لما يبقى دمهم خفيف في البيت دي تبقى حاجه صعبه قوي. لا 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 اللي كان جد قوي الوالد الله يرحمه لانه كان شرطه صعيدي بقى كده دغري. انما هي روح قلبي كان وشها بشوش وحنين علينا وعلينا بالذات بقى لان سمير ده كبير يعني تشوفني انا تعبان في ايه في ايه بتاع من ورا وبالله الله يرحمه تجيب لي ما اعرفش ايه بتاع. يعني كانت حكايه حنان الام. شوف كده وانا قلتها قبل كده دعوه الام مستجابه صحيح. مستجابه بشكل يعني ما حدش يصدق يعني. بعد الفاصل هنرجع مع الكوميديان الكبير سمير غانم. يلا مش الملوخيه معموله من الفرخه؟ عند ناس بتعشى قبلها بيوم فلقيت المعلقه والشوكه متعلقين على الحيطه. قلت لهم هناخد دي واجيبها لكم بكره. لغايه دلوقتي ما خدوهاش.
انت بتحب النظارات دي؟ يعني ابص في النظاره ولا دي بتاعت سمير غانم؟ اسمع صوت القميص، تعالى خدني انا. دنيا يعني هتدفع ثمن الغلطه دي. انا عارفه دلال موجوده، اه لما دول مش موجودين الحمد لله. فيلم الحرب العالمية الثالثة اللي حضرتك كنت ضيف شرف فيه، صور انا ما شفتهاش، حضرتك ما شفتش؟ لا لا لا. والمصحف لا لا، ده كان اعلى ايرادات، ده كان الفيلم. انما الحتة دي انا مش عارف حتى عملت ايه او شكلها ايه. اولا هما الثلاثة فهمي واحمد وشيكو فهمي واحمد وشيكو اولا بيعشقوك. يعني حضرتك زمان اول ما عملوا سمير وشهير وبهير كان اول مره يطلعوا في مقابله تلفزيونيه كانت معانا، ففهمي وهشام وشيكو فبنكلمهم قالوا احنا اللي جمعنا مع بعض سمير غانم. قلت لهم يعني افتكرتك قريبهم. طلعوا يا حبايبي هما في الجامعه كل واحد احسن ممثل بالنسبه له هو سمير غانم، فلما بيسالوا بعض فقالوا ده لازم نبقى اصحاب، وهما نفس المدرسه كوميديا وضحك ومش لا لازم الـ الـ الحاجات لا 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 اللي هو الفرس الغير متوقع. يعني يعني ما تتوقعيش هيعملوا ايه، يعني بحيث الضحكه تجيلك على طول كده بوم بوم. يعني ما تبقاش متوقعه هنا ان هيقولوا افيه. لا ايوه مثلت بقى الدور ضيف شرف ازاي معاهم في المهم الاخير ده؟ أنا كنت رايح أمثل أو أتفق على فيلم اللي اتعرض مراتي بتحبيني بتاع حمد علال كده. فلا حماتي بتحبيني، حماتي بتحبيني، مراتي بتحبيني. مراتك واخد عقلك صح، شفتي ازاي؟ فرايح وكان بالليل الساعة 2 الواحد، فهو قابلني فهمي بقى قال لي في ضيف شرف كده في فيلم مش عارف ايه. قلت له عينيا يا حبيبي، انا حابب الولد قوي. فقلت له ايه، فعجبتني الشخصيه يعني اللي هو حراسه وسرقوا الهرم، عجبتني حته ان الهرم اتسرق وهذا الراجل الشرطي اللي هو الشرطه بيتكلم. ف يعني قلت له خلاص اوكي، يعني ما دام الفكره عجبتني مش الكلام بقى. لقيت الكلام مكتوب حلو ده، رحت مثلته بعدها بقد ايه بقى؟ لا على طول وانا رايح. على طول ايه؟ يعني وانا رايح الساعه 2 الصبح؟ 2 ايه؟ 3 4 تقريبا كده. انت 3 الصبح رايح مشوارك؟ قبلك فهمي؟ لا هو كان مستنيني فهمي عشان هو وائل جمعه، عشان كانوا رايحين البرازيل. قبل ما يروحوا البرازيل كانوا عايزين يعملوا سكتش معايا انترفيو هيذيعوه في وسط الماتشات. فبالمره كان الفيلم بيتصور. فقال لي، قلت له اوكي اعملها. ففي نفس اليوم قلت له اعملها دلوقتي بدل ما اجي يوم تاني استوديو مصر بتاع، وكانوا محضرين اللبس ورحت عملت المشهد. هو ضيف شرف يعني والستايلست اللي صبرني ان الستايلست اللي عمل اللبس قمر. انت سهل في الحياه كده يا استاذ سمير، يعني يلا نصور. يعني انت الدنيا بالنسبه لك مش معقده اصلا؟ هقول لحضرتك حاجه، لا في العموم لا في العموم لا 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 مش يلا الدنيا مش معقده. لا ده هو جسد ضيف شرف بس. احب انا حته ضيف الشرف الصغننه دي اللي هي تروح عامله كده في الصاله وشكرا. اللي هو خفيف خفيف واجري علينا التلفزيون ده شكله في حاجه مهمه. وايه اللي ممكن يحصل في الموضوع؟ سياده اللواء، سياده اللواء معلش حضرتك معايا. هو فعلا تم سرقة الهرم الأكبر وأجرى العمل على قدم وساق حتى أن نقبض على المتهمين إن شاء الله، لكن أطمن السادة السواح الهرمين التانيين موجودين، الأوسط والصغير، خفرة ومنقرة، ما تسرقوش لأنهم يعني مربوطين من تحت. لحظة، ألو مين اللي سرقوا الهرم؟ مين؟ هويدا وهيطة؟ بتهزر يا ولد؟ ايه يا فندم، في حاجه جديده حصلت؟ اللي سرقوا الهرم هو عيدا وهتلر، لانهم طالبين السلطه وبيهددوا اذا ما خدوش السلطه هيخفوا كل شويه حاجه. شفت اديك اتلطيت اهو، انت واهلك وبلدك. طيب هرجع تاني للتجارب اللي انت عملتها اللي صعب، يعني في ادوار كده صعب تصنيفها اختراع، يعني انت يعني اختراع في الشكل وفي اللبس وفي الاداء
احكي لي كده، انتوا عملتوا شويه اختراعات كده غريبه ومفيش ما كانش لكم حدود. بحب الصوره، يعني اتخيل الصوره. يعني كان مثلا يا صحفي، يعني مثلا كان صحفي مروش وداخل مروش متخيله يعني الجاكيته بتاعته مش مظبوطه، كنت اعمل جاكيته بكورنيش كده طالع هنا الكورنيش، والبنطلون قصير وعريض زي بدله فطوطه. لا او المتزوجون، اه متزوجون، اه متزوجون، دي حكايه الجاكيته دي ده شغلتي انا. يعني كنت عند ناس بتعشى قبلها بيوم، فلقيت المعلقه والشوكه متعلقين على الحيطه، أو ضربت في مخي وقتها، قلت لهم انا هاخد دي واجيبها لكم بكره، لغايه دلوقتي ما خدوهاش. والله اللي هو اللي في المسرحيه قد كده، دي كانت محطوطه يعني في الديكور عندهم. راح يعني ايه اشقط حاجه كده واشيلها اخزنها. ما لقيتش صفحه الشوربه في كتاب قبل النظير. يعني ايه ما عملتيش شوربه؟ لا وانا هعمل منين؟ ما اعرفش الطريق. هي لينا، هي لينا الفرخه تسخنيها الميه تبقى شوربه. بس عليكي معلش ما تزعلش. مش حاسي بس انا الفرخه الجايه بقى انا يا شيخه انت بتحلمي فرخه جايه شوربه يا ماما؟ ده الشوربه دي امتع شيء في امر لله. يلا مش الملوخيه معموله من الفرخه؟ خدها ليها يا سيدي. ادوق ولا اشرب؟ تدوق الاول وتقول لي رايك ايه. رأي معروف، رأي معروف يا ست الكل، يا أحلى زوجة في الدنيا. كان نفسي أعزم أصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية أصلها حلوة. ساعات تطلع بلبس غريب، يعني انت ده بتقعد تشتريه ولا بتحضره للمسرحية؟ اجيب الترزي واتخيل واقوله انا عايز كذا وعايز كذا ولون كذا حاجة كده يعني. بس يعني انا عارف انه عيش اكل النظارات، انت بتحب النظارات جدا. النظارات دي انا بعشقها. ليه بقى؟ حتى قالوا لي حط لانسز. او طب ليه لانسز؟ النظارة فيها شياكة. وفي ستات على فكرة كمان وصلاقيهم ما شاء الله يبقى وشها قمر، انما اول ما بتحط النظارة الحريم يبقى قمرين. انا عملت برنامج اسمه ساعة مع سمير غانم. كان في الاون دي بي، كان كل حلقة بنظارة شكل، يعني كل حلقة بنظارة شكل. يعني مش مهم اسم المحل بقى، انما راجل حفظني، واول ما يجيله شمبر شيك كده ما هوش متداول يعني يروح مكلمنا على طول. ما تحبش تلبس نظارات العادية؟ لا 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 احب البس حاجه مختلفه خالص، يعني شكلها مش يعني ابص في النظاره اقول دي بتاعت سمير غانم حاجه كده يعني. يعني زمان وانا صغير كنت امشي مثلا اروح لندن اروح امريكا بتاع الاقي في الفاترينه قميص محطوط في الفاترينه، اسمع صوت القميص تعالى خدني انا. ايوه بس يبقى قميص يعني بيقول. مش بيقول مش ساده ولا مقلم. لا بالظبط يعني لا 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 ساده مقلم ايه ده. في بلوفر مره كنا في لاس فيجاس، كنت انا وسمير صبري ماشيين، فببص انا وهو رجعنا مع بعض البلوفر متعلق. مش ممكن يا مدام ما تشوفيه حضرتك، الالوان اللي فيه وفي شياكته مبهر قوي. قلت له ايه يا سمرة؟ قال لي قلت له قال لي لا خلاص سمير لذيذ قوي. لا وحاسس ان هو ده هيليق عليا انا بقى. انا بتاع الحاجات دي. ورحت اخدت البلوفر ولغايه طبعا خلاص، انما مين قافل عليه انا يعني هوسعه. لازم حاجات الملفتة دي. مين أكتر ممثل كوميدي بيضحكك يا أستاذ سمير؟ هنا ولا برا؟ زي ما أنت عايز. كل في كتير قوي حلوين. وطبعا هنا في مصر من الشباب الحلوين طبعا حلمي له ستايل، أحمد حلمي له ستايل جميل لوحده. مكي فظيع، مكي ده لاسع، فأنا بموت فيه في الحتة دي. أمريكاني مصري. مكي هايل. طبعا هنيدي ومحمد سعد دول مجموعه لوحدها لذيذه يعني. بس وفي ولاد والله في شويه شباب طالعين حلوين قوي. سلام. شايفين يا ولاد افراح زمان كانت فيها روقان وفيها اصاله و
وحب والناس كلها بتحب بعضها. كان تحفة، كان شيك قوي، في تفاصيل جميلة. مين كان الويدنج بلانر يا بابا؟ مين؟ الويدنج بلانر. ما ركزتش أنا في الأكل. ممكن تجري الحتة المقرفة دي؟ ممكن بس تجري الحتة المقرفة دي؟ يخرس بقى يا أيمن. إيه ده؟ إيه؟ دي ماما تعرف الرئيس متقال، دي واقفة بتغني وراه. إيه ده؟ هي كانت بتعمل إيه وراه؟ أيمن أيمن، أنا أول مرة أشوف الحتة دي في الفيديو، شفتها قبل كده؟ آه حافظها. بص بص، عارفة، واقفة وراها ناحية الشمال بالاتنين، حافظها. طب ليه ما قلتليش؟ عشان عارف إن في سنة من السنين هتشوفيها. يخرب عقلك يا اعتماد، اخص عليكي. طب مش تقولي لي، وأنا أقول لها رايحة فين؟ تقول لي رايحة أجيب أكل، رايحة فين أجيب؟ التاريخ بتقلب عيشها من ورايا. رشقة في أي زيطة. عرفت بقى يابا، عرفت ان الست دي تعر اي اسره وتخلي اي ابن راسه في الزبط التراب يابا. عرفت يابا العره جايه منين؟ جميل كده. اولا شكرا لجميل الهدايا، الهدايا احنا مالناش علاقه بيها. الهديه الاولى دي من دنيا سمير غانم، دنيا اللي بحكي. هي دنيا قالت انا بعت لبابا، بابا بيحب الستات دول قوي، فانا عامله له بوستر مع الستات دول. بس طبعا جابتهم منين؟ عايز تضيف مين للصوره دي يا استاذ سمير؟ ما اضيفش، اضيف ايه ولا ايه؟ يعني انت عندك شاكيرا، حد يحط مع شاكيرا؟ يا لهوي. وبعدين عندك كيم نوفاك. كيم نوفاك دي قديمه. بس انت بتحبها؟ فظيعه، هي احلى من كده بكتير. كيم نوفاك انا. وبعدين جينيفر لوبيز. فعلا دنيا عارفه ان دول اللي انت اكتر ستات بتحبهم. الغريب بقى ان دنيا سمير غانم لما تحط باباها في صوره ما تحطش دلال عبد العزيز. دنيا عارفه دلال موجوده، لما دول مش موجودين. الحمد لله. طيب دي هديه دنيا. اما هديه ايمي، ميرسي يا دودي. إيمي قالت بابا في هذه الأجواء ما بيحبش، أو كل عواطفه بتتجه لحاجة واحدة بس، فأنا بكل الحب هديله أكتر حاجة بيحبها في الأجواء دي. أنا عايزاك تاخد العلبة كده وتحضنها، عشان دي هدية إيمي سمير غانم دفاية. يا حبيبتي يا أمومي، انت ضحكتي ناس كتير قوي، الحمد لله. فانت احنا مديونين ليك بالشكر، والكل دور انت عملته ضحكنا ورفه عننا وخلى اولادنا يتلفوا حوالين التلفزيون او يلتفوا حوالين التلفزيون ويكرروا الافيهات دي سنين ورا سنين. انا كمان كان نفسي يعني التقي مع حضرتك. العفو يا استاذ سمير. انا اول مره اجي في البرنامج، يعني شرفتنا. اشتغلت مع ناس كتير قوي بس كان نفسي التقي مع منى الشاذلي. العفو. فانا سعيد بهذا اللقاء. ده احنا السعداء وكلنا امتنان لوجودك معانا. الكوميديان الكبير سمير غانم.